صبغة الله صبغة الله هو حلقوم عنيي دين الله إلى هتينتيس لكن ما حلقو كردي وكردي أنت واحد إلا بلابين وحلقو يقنا بدل إلا جده وحلقو كرد لو كردي بعليري ملة إبراهيم حنيفة وعصمرنا ملة إبراهيم عصمرنا وأسو قدرنا محي نتبع وحن راعنا ملة إبراهيم تاسكو حرن تبلي مركز صبغة الله إلى هتينتيس ومن أحسن يا كونا قبضا من الله ومن أحسن من الله صبغة يا كونا قبضا إلى حقيسة صبغة دين حقيت دين الله سبحانه وتعالى وحكد كونا سنة مجرى ونحن أنه الله والله سبحانه وتعالى بنا عابدون عابد عباد يعني عابدنا إله سبحانه وتعالى كو عابد أيضا عابدون قل واحد هذا مرك أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم أتحاجوننا موحد نبلده ديسان في الله في توحيد الله إلهي كلير ديسا ميان نبلده ديسان إلا واحد نبوها يستان يهود إيه متقانا إيه كريستان يعني كريستان مثلا واحد تاقي إلهي سكين إلهي بدن جلال ولا تقولوا ثلاثة صدح إلهي نجلال بقى الله تمامي بإله دم يا النشر قالوا لي ولا تقولوا ثلاثه صدح با اله باجه اورنا مرك وحي رمى شركك الله تما دي لي ما دا كل يكو غليا مرك الله سبحانه وتعالى وحي واحد قل واحد كنت راهدا اتحاجوننا ما واحد نغلا دوديسان في الله في توحيد الله لا توحيد كيس هو الاخلاص له الى الله سبحانه وتعالى خالصيا المتعود والانقياد انه كان سنه تاميا نوديسان ونغلا دوديسان وهو الله سبحانه وتعالى ربنا ربك النجا وياه وربكم إذا كان ربي نيا النجا ربي بنويا هاي إذا كان ربي بنويا ربنا وحري المتصرف يعني أحد الكون كما مرا يويا يعني ما كل الله ربوبية ربي بكتي ربوبية وحري هذا الله حق جزء حكيم هذا ويا كروبكي إرساقدي علمه الله ربي بكويا وربوبية ويا ما كل ويا توحيد ربوبية الله وحلا جوا الله حق جزء كإيمان ربي النمديسة إن لو كاريا ولو هي رمحوية قفك واحد كتجاية توحيد ولهي مكمل أنا مغشان كل يوم مغشان قفك واحد كتجاية معناه الصلاة دي صومك يعني توحيدك جورعي تصل إلى مكان وهو الله سبحانه وتعالى ربنا ويا رب جلنا ما ملاي وربكم ربي جنوا ويا هاي ولنا أنه واحد لنا هاي أعمالنا أعمال عمل كي يجعل لنا ولكم بذكر واحد لذيهن أعمالكم عمل كينا لذيهن ونحن أن الله الله سبحانه وتعالى وحن راي مخلصون وخالص يلي عباد الله سبحانه وتعالى مركب الضوضية آيات الواحد جفت الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وحد ترى هذا حد يقول الضوضان فإن حاجوك حد يقول الضوضان فقل أسلمت وجهي لله وحد ترى هذا وجهي الله حق يسمى توسي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم واتيني كويمي نمرد بوم الله سمعي أو يعني كل الدواعي الله وحي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وماذا أركين كين النبي إبراهيم كل الدواعي توحيد الله سبحانه وتعالى نبي إبراهيم نبي الله إبراهيم صدق كلام الله كهر ما يوحي إليه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وحي كل الدواعي إله سبحانه وتعالى مكسوفي ورما الله سبحانه وتعالى لا يبدو لسان مرك الدودة صباح وعي إخلاص كله سبحانه وتعالى توحيد كله سبحانه وتعالى بديهين وكله دودين وحكلنا كدودي معين مشركين مثلاً إلى هيكله الإيمان يمش يعني هو بالباجرة عز يعني هاجرة عزة باجرة لا تاجرة إلا متى قرآن يقول لي فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وما ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون هذا كوي ماذا كبينيان وها كتر هذا عمل كيان لي هاي إذن كنا عمل كنا لدين أنتم بريئون مما أعمل أنا واحد سميني بريبا كتين وأنا بريء مما تعمل إذن كنا واحد سميني سام أنا بريبا كاه أم تقولون مسوحا لدين إن إبراهيم النبي الله إبراهيم وإسماعيل يا نبي إسماعيل وإسحاق يا نبي إسحاق يا ويعقوب النبي يعقوب يا والأسباط عروت النبي يعقوب كانوا وحي أهايين هودا وحي أهايين يهود أو مثل نصارى بلا هاي كريستا بلا هاي مساسا الذي أم تقولون مثل واحد الذي
إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إنت أنا صوشكني كانوا يهودا أو نصارى يهود بأهايين أم سكريست بأهايين ساس الذي ألا مكوحوا لي أأنتم أعلموا ورميدين كأقوم بغن أم الله مثل الله سبحانه وتعالى أم مثل الله الله سبحانه وتعالى بحكوا أم لكم معنى بل لكم معنى مركب معنى القرية أأنتم إذن كمية أعلموا أغان شبضنا يقانا بل إسكدى وركاسي الله هو الله سبحانه وتعالى يقانا ويا ومن أظلم مركب يعني صار شكنا ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني إلهي سبحانه وتعالى المام يهود لما هي نصارى لما هي إبراهيم قل واحد ترى هذا أنتم أعلم أم الله ما يديك أقوم بدن مثل الله سبحانه وتعالى ما يديك أوغان شبدن ما يسكد يا الله سبحانه وتعالى أوغان شبدن ومن أظلم يا كظلم بدن ممن كتم عذ قريصي شهادة مرخانتي عنده أكتي سهاتيو من الله الحكي سكتمي يا كظلم بدن قف وحو أغيهي وعط والحكي سكتمي قرنايا حلق وضع مرك وحلق وضع يعني حسن البصري وحو ليهي كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم إن دين عند الله إسلام وحي أخرج جرين وكتبت ذلك قرنين إلى أن أكتسوا واحد دين كإسلامك وأن محمد رسول الله نبي محمد ويا رسولك الله سبحانه وتعالى كتبت ذلك أخرج جرين نبي عليه الصلاة والسلام بقرنين كتبت ذلك قرنين مركوا نبي صوب حين ويديدين ويقرين ومن أظلم يا كظلم بضن كقدر ربضن ممن عد كتم قريسة شهادة مرخانتي عنده وقت سهاتي من الله الله حقا هاتي مرخانتي كبه هيا ونغرناي وما الله الله سبحانه وتعالى ما أهان بغافل المدموك وأن لصعن عما تعملون وحصمين السان إله سبحانه وتعالى وحب أوجه مدن لصعن الله ما أها وحصمين السان يعني ألا أوجه وقدموية أضوقف مارتوها الجبعيها مودي إننا بلصعن منو قالوا أنت درس بياتري همود إن الله صعد يعني الله صعد في وقت واحد وما الله الله سبحانه وتعالى ما أهان بغافل مدموق وأن الله صعد أما تعمل وها صمين سان ما كوا جودين ويا ما كلا قصو الشكي ما كأرك أصبح روسو قبل قبل واحد لي تلك تانسي عن صور شرني أمة أمر بهاي إبراهيم يعني إسماعيل إسحاق أمر بهاي قد خلت تغطي وقت قد واتقين لها ما كسبت وحي كسبتي بدها سليه ذهي ولكم يذكر ما كسبتم واحد كسبتين بالذين ولا تسألون لو دين ما يو عما وحي كانوا هاي يعملوا قوة سمية من قفوا لبوح سووا لي ما يده وقف كاس مارتي لي هاي والله سبحانه وتعالى ارتقايا ومذي كوري بياشيسي أو ياشيسيو وحي سمين جرين أحبك مقرين سيقول السفهاء من الناس بشن دقائق صمع سيقول السفهاء من الناس جسك الله بلا من إن شاء الله تعالى آيات هن صوص صعدة مركا لبدا آيات صوص صعدة أما أم بإراه الصفحة داني تبحي ترى وحي تماما يعني قبلة بدل كل بدل قبلة نبي الله يوحى صوص شغل محمد صلى الله عليه وسلم لا تبحي تضم بلوط أم تدي تضم بلوط الأوتو كان نعبة المقدس ونرجع لا إن لو رجيو للعك عبدا مرك لو رجيو يهودي دي دمرك يهودي بخلافتي وحي يرادين محوة جستناشاس تبارك الله سبحانه وتعالى عليه هاي سيقول السفهاء من الناس ما والله مع قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب سيقول السفهاء كو سفهاءها ما انقاب يالكي وفما انقابك وليس فيه بليانا كو ما انقابك وحي أرانيان أو من الناس تتكمدها يهود ويانا ما والله محاجيدي عن قبلتهم قبلتهم التي كانوا يهايين عليها نشر ما يشأ أنت كان جيران بيت المقدس هم حكى جدي ما كوال اللي وقف جنب واحد اللي وجري قل واحد ترى هذا لله الله إسكاله المشرق قل راح كصباح يوم المغرب قل راح روحه ومجهك استوى الله إسكاله يهدى الله وكتوس يا من يشاء عدو دونه إلى صراط المستقيم وذا توصل بكتوس يا الله سبحانه وتعالى مركا نبي عليه الصلاة والسلام يعني وحلا وريائنا صار عصرا هنا ولا جري صلاة صبح ولا ولا جري oo ku jira salaadii ayaa masjidul quba salaadiraado kulli cid badan tagtay ee garan kartaa waa xilliga nabiga kaleey saatu wasalaam waxa sunna ahayd in sabtida maanta sabtida tagi jiray quba asarii uu soo tagi jiray maaha sunna uu soo tagi jiray sunna marka qofadu mid kale magaalada madina tago inuu maanta sabtida maartay
تقوبة وقصد كذا مركا رك بهلا كنت كنا يي نبي قول مسألة يسوع كنت كنا الله مسافة حق لا سجنا مركا واحد يرنين با وحول سوى تكذى الصلاة نبي قال عليه الصلاة والسلام نبي هميك واحد الأمرين وكعبة تكذى إسلامك مصور ده مركا ولا يكرر الصلاة ده كنت جابوا يجيب ورقعت تكذى مركا سوى حكوا يري حال القرآن با قصد النبي وحول يري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن أو القرآن بل أسد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أسد جي وحن لوجي ذي كعبة حقيقة أجزت كل مركب حسنين بالي وكانت وجوههم إلى الشام مركب يعود كان الشام بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة بلو فرصة يعني هل من أرد يوين لما أرونيك بأنه هو بيه ورمير بيان ميان مورا إيمان كي أوريك صلاة لغا بحي إيمان كي أوريك دال بوتكي تذكر الله سوري ما كتيب الله سبحانه وتعالى وحب ليه ما والله من بأورنيا محا كجيري عن قبلتي من قبلة ودي التي كانوا إهايين عليها دوشي قل وحاتر هذا لله الله سبحانه وتعالى بإسكاله المشرق الله أصب من هذا المشرق المشرق هذا قرح صبح يو المغرب يهدي الله وكتو سياما يشاعد دونه إلى صراط المستقيم وضاتو سن وكذلك سيدا سو كلمه جعلناكم وحيد كي يلددوا امتنا محمد ويان امه امضوا وسطا وحلو معنى العدل امه عداله امه احدحاده امه عداله بين كلمه وحنا سال لو سمي محوي لتكونوا صاروا هاتان شهداء على الناس دتكو مرخاتكو دشور دتكو مرخاتكو دشور او ويكون الرسول رسولك اهادو عليكم دشينا شهيد من مرخاتكو مركه دتك امه الله سبحانه وتعالى waxay isuu yimaa khaantiyal baa isuu yimaa nabiga hadis baa uu tilmaamay wuxuu leeyahay waxa iimaan doonta inaad kala garataan qofkiina khiyaarka wanaaga badan iyo kiina sharka badan markaas waxa uu yahay rasuulka ilaahay sidee ku dhacaysa wuxuu bil tharaa iyo hasan wa tharaa sayyid qofba waxa lagu amaanay amaan wanaagsan qofkaas oo qof fiican weeyaan qofna waxa lagu amaanay balaay ku dhacday diba leeyahay qofkaas ka ogaada antum shuhadaa allahi fil ardi idig waxa tii mar khaantiyashi ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka joogta weeyaan ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا كما انا يلين القبلة قبلتي التي قبلتها سو كنت عليها الدشيد اهيد الا مويه قبلتي مركوران كو جيدني كما انا يلين الا مويه لنعلم ان اوغانو من يتبع الرسول عد على رسولك يوينا كلو اوغانو مخاي ممن ينقلب عد او قدونتا على عقبيه ارتد عد قالوداي وحن كلو اوغانيناي وان كلو موجين الله اوغي سبحانه وتعالى لكن أرجع لنعلم أخر واحد لهم معنيا إن كلام وجنه عدة رسول كراعي يعد يعني إرتد الله بتي وحلا جوا من من ينقلب على عقبيه قف قال ما خنقه ويا قف إرتد سكول الله بتي معناه هو قال ما خنقه وإن كان هبة هات ولا كبيرة تبيت كوين إلا على الذين كوين موية هذا الله الله موية وكوين تاني ورجع لو رجع بدل كاس إلا كوي الله سبحانه وتعالى موية هو سوى أقبل يان وحين النبي عليه الصلاة والسلام أمره ونبي صغيره هذا واحد على مركب مركب اللي ورجيه إنه يش ويجي سؤال باتيمين ده كي أتوكن جري بيت المقدس أوردن طيب ده صحابات كبير أنا بيقول أتوكن جري أو بيت المقدس أتوكن جري ولا كواك جري وده أرجع أصحابك ده من قرية مركب تبى على كجواب وجري وما كان الله والله ما أهان ليضيع مضيعه أنا حبك السوق قادم إيمانكم صلاتين إيمانكم صلاتكم صلاتين أرجع صلاتي مركب إيمان بالله معني إلهي ما أهم الدعاء إيمانكم إيمانكم وقفك ساق كل بنتي أجدك زوالي إن الله الله سبحانه وتعالى بالناس تذكر الله سبحانه وتعالى وهذا إلا رؤوف إلا رؤوف وقول الله صار ماشى إلا رؤوف بد أترد بدن الله سبحانه وتعالى الدوامة الله سبحانه وتعالى تذكر رحيم ونحرسته الله سبحانه وتعالى أعلى الله سبحانه وتعالى